كسر السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال الرقم القياسي لأكثر مباراة يحضرها جمهور في تاريخ لعبة التنس أثناء اللقاء الخيري الذي جمعهما في مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، حيث لعب وسط 51,954 متفرجا بينهم رجل الأعمال الأمريكي بيل غيتس. وحمل اللقاء اسم المباراة في أفريقيا منظمته مؤسسة روجر فيدرر لأهداف خيرية، وتحديدا من أجل جمع مليون دولار لتمويل مشروعات المؤسسة التعليمية في جنوب أفريقيا، وهو الهدف الذي تحقق وبفائض كبير، حيث بلغت عائدات اللقاء 3.5 ملايين دولار. أما نتيجة المباراة فكان الفوز فيها من نصيب اللاعب السويسري، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها أسطورتا التنس بالشط الجنوبي من قارة أفريقيا، ونفدت جميع تذاكر المباراة فور طرحها في سبتمبر أيلول الماضي.